انتم تسمعوا دابا راديو جسور. ارسفريم غيلاد اي راديو جسور. كلنا تبعنا قضية الشاب المغربي اللي دار طبلة وكرسي فوق السكة ديال الترامواي في الدار البيضاء، والصديق ديالو اللي جاب ليه القهوة، ومن بعد جلس وشعل كارو والترام جاي، واللي وقف على بعد سنتيمترات قلال من داك الشاب. الفيديو انتشر بشكل كبير من بعد ما وضعوا هاد الشاب على الحساب ديالو على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام، وخلق جدل كبير بين المشاركين في هاد الموقع وفي باقي مواقع التواصل الاجتماعي. صاحب الفيديو تم الاعتقال ديالو هو الشاب اللي مد ليه القهوة والشخص الثالث اللي كان تيصور، وتمت المتابعة ديالهم طبقا للفصل 591 من القانون الجنائي بعد ما أحيلوا على أنظار الوكيل العام بمحكمة الاستئناف. المتابعة ديال الشاب الأول هي الاشتباه في القيام بتهمة وضع أشياء في الطريق العام تعوق مرور الناقلات، وبخصوص الشخصين الثاني والثالث تهمة المشاركة في وضع أشياء في الطريق العام تعوق مرور الناقلات. ومن يوم أمس الخميس 27 ماي العديد من المواقع الإلكترونية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي نشروا خبر الحكم على الشاب الأول بعشر سنوات سجنًا، وهذا طبعًا خبر كاذب وخنتشر بشكل كبير، حيث أن الشباب الثلاثة كانوا تحت تدابير الحراسة النظرية. وأولى جلسات المحاكمة ديالهم ما غادي تكون حتى اليوم الثلاثاء 15 يونيو 2021، وبالتالي خبر الحكم لا أساس له من الصحة. حاجة أخرى، على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام من بعد ما نشر الشاب داك الفيديو وتم الاعتقال ديالو، شي ناس أخرين داروا مجموعة من الحسابات بنفس الاسم ديالو وعاودوا نشروا الفيديو وعدد من الصور الشخصية ديالو، وهادشي غالبا بغرض رفع عدد المتابعات في هاد الحسابات الوهمية، وغالبا ما عدا حتى شي صلة بداك الشاب واللي ممكن يتم فيها نشر أخبار كاذبة ولا صور اللي قديمة على أساس أنها جديدة. اليوم يمكن القضاء غادي يقول الكلمة ديالو في هاد القضية، لكن اللي نبغيو نشيروا ليه أن مواقع التواصل الاجتماعي خاص الإنسان يرد باله مزيان مشنو تيحط فيها، خصوصا إلى كانوا هاد المستعملين أطفال ولا يافعين، حيت بعض المرات تتبغي غير تضحك حتى تتلقى أن داك الشي اللي درتيه تيعاقب عليه القانون. تهلاو في هاد زمان كورونا اللي ما خلات لا دوار ولا حومة، الحاضر يعلم الغايب، خبر البراح كل نهار ما تسمعوا غير خبر الخير، خبر موثوقة ما فيها تزييف.